يتمكن فيه من إظهار دينه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى تعتبر هجرة، أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة؟ الهجرة كل ما وجد بلداً يظهر فيه الإسلام أكثر، والبلد أهله مسلمون 100%، وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية، لا شك أن هذا يتعين الهجرة إليه إذا أمكن، يتعين الهجرة إليه إذا أمكن، ولا يترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية، فيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.